Assalamu alaikum, Haitham Bouhamed, je suis styliste résident bien l'étranger de Tunis. J'ai la 5e édition de les femmes artisanes, femmes d'entreprise, ma mounasabat l'aïd l'alam et l'mara, moumèdra, minhan habn l'kaou, mish ken l'mara l'mubda, mais الشخص اللي يوظف التراث التونسي بطريقة عصرية متناول مش الجميع بتناول الناس العصرية والبنية اللي هي مثلا خطر في الـ في الـ في الكونكور هذية ثم كات كاتيغوري اللي هو الحمام المصداق لطية والعرس فاستعملنا يعني النقاط مهمة جدا باختيار الفائزة أو اللي هو الجائزة الأولى والثانية والثالثة أول شيء استعمال القماش التونسي أو قماش من منتوج البلاد استعمال التريزة استعمال البانتور استعمال الخيط التونسي البرودري التونسية سواء كانت اللي تتوظف للرجال أو النساء بطريقة عصرية بأفكار جديدة بأفكار تناسب البنت اللي هي قائمة على أو داخلة على العرس وداخلة على الفرح متاحة والأيامات هذيك كلها غزرنا النقاط اللي هي دقة الخياط الفكرة الإيحاء من وين حتى البريزنتاسيون نتاع الملف اللي قدمته الشخص اللي قاعد بيشارك بالمسابقه زاد مهم برشا يبين البروفيسيوناليزم نتاع العبد وين يحب يوصل والفكره اللي عرفت كي تغزل البرودوي مش ان برودوي ديجا شفته قبل لا لازم يكون معناتها اقل حاجه مع الايتالون الموجودين في تونس اقل حاجه لازم تغزل ان برودوي تغزل له وتقول واو عرفت واو تحس وتشوف وما تلقاش حتى غلطه هذاك اللي ما تلقاش حتى غلطه ما نجمش انا نقول علاش استعملت الخيط هذا ما لا ما حتى غلطه في الـ في الـ في الـ في الجوهر نتاع البرودوي كله الفيني هذاك هو